بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، يسر أمورنا، يسر عيوبنا، بلغنا مما هديت أملنا، أدخلنا وسائر المسلمين في كل الأمور مدخل صدق، وأخرجنا وأخرجهم من كل الأمور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نكمل شرح كتاب فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي في شرح ألفاظ التقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما في الدارين، آمين. فصل في أحكام الطلاق. المجلس الماضي تكلمنا في أحكام الخلع، واليوم نتكلم في أحكام الطلاق. الطلاق اصلا هو حل القيد، واطلقت الشيء يعني حللت قيده اصلا في اللغه، يبقى وهو لغه حل القيد، يعني اذا اطلقت شيئا يعني حللت قيده. اما اسمه الشرعي بقى، يعني معناه الشرعي الاصطلاحي، اسم لحل قيد النكاح. يبقى الطلاق ده جعله الله اسما على حل قيد النكاح، لان احنا قلنا عقد النكاح ده قيد، فكيف تتخلص منه؟ نتخلص منه بطرق كثيره، منها الخلع تكلمنا عنه، ومنها بالطلاق، ومنها بالفسخ، مش كده برضه؟ والفسخ ده قد يكون بسبب انه طرأ شيء في العقد افسده، يعني عقد على امرأة لا تحل له، اطرح انه بينها وبينه رضاع مثلا، يبقى في الحالة دي ايه؟ يفسخ العقد. الطلاق اسم لحل قيد النكاح، ويشترط لنفوذه، هو اي زوج كده هو يطلق يقع طلاقه؟ لا، يقول لك مشترط عشان ينفذ، اولا التكليف، لأنه يمكن من حيث الشرع لا من حيث القانون، إن طفل يتزوج وهو طفل، ده من حيث الشرع، القانون قيد، لأن الناس أساءوا استخدام مثل هذه الحقوق، فجعل إيه أدنى سن للزواج مثلا 18 سنة، لكن الشرع أوسع من القانون، الشرع ممكن إيه طفل صغير يتزوج، يزوجه وليه وأبوه، فهمت بقى إزاي؟ صحيح هو مش هيجامع لانه لا يصلح للجماع، لكن اسمها مراته، يتزوج بنت معاه في كي جي 1، فهمت ازاي؟ طب افرض بقى اتخانقوا على كيس شيبسي، يقول لها انت طالق، يقع طلاقه؟ ما ينفعش، فهمت بقى؟ لانه مش مكلف، يبقى لا يقع طلاقه طالما غير مكلف، فهمت بقى ازاي؟ يبقى يشترط التكليف، عشان يقع الطلاق لازم يطلع من واحد مكلف، والتكليف بالبلوغ، مش كده برضه؟ تاني حاجة الاختيار، يشترط أيضا الاختيار، ممكن ما تمشيش كده تاني، تمشي من ورا العمود، يبقى بعد التكليف الاختيار، كويس؟ يعني إيه الاختيار؟ يعني ما ينفعش أبقى ماسك مسدس وأقول له هتطلق مراتك ولا طخك في المليان، يقول إيه طلق، ده مكره، لا يقع. عشان كده كان في فيلم زمان يقول لك ايه جواز مش عارف مين من مين باطل، ليه؟ لانه اكرهه، كان عمده البلد واكره الواد الفلاح عشان يطلع مراته. كان في فيلم زمان شفناه واحنا اطفال، واخد بالك؟ ايوه عفريس ومش عارف ايه باطل، واخد بالك؟ عشان عمده البلد اكره احد الفلاحين ليطلق زوجته عشان هي تزوجها. جواز غالبا عفريس باطل. هي دي. ليه؟ لانه ايه؟ لان اكره زوج فؤاده على انه طلقها، اكرهها، ولما طلقها تحت الاكراه لا يقع الطلاق، ف
فكأنه تزوج امرأة مزوجة. فهمت بقى؟ عشان كده يبقى زواج باطل. فهمت المسألة؟ يبقى لازم التكليف والاختيار. وكمان الحكاية، افرض هو بيحكي لها بيقول لها تعرفي ان المرأة، بيقول لمراته يعني، تعرفي ان المرأة لو قال لها زوجها انت طالق تطلق، تقول يبقى انت طلقتني، انت بتشوف انت طالق؟ هنا بيحكي، يبقى لا يقل. فهمت ازاي؟ لان ده بيحكي، ده مش هو يقصد الطلاق، ده بيقول لها لو رجل قال لزوجته انت طالق طالقت، وبيحكي الكلام ده لزوجته. فيبقى لو ممثل بيمثل مع زوجته اللي في الحقيقه، والدور بتاعه بيقول لها انت طالق في الدور بتاعه في التمثيليه لا تطلق. فهمت ازاي؟ لانه يقصد الشخص الاخر غير زوجته اللي في الواقع، لانه ده على سبيل الحكايه والتمثيل. فهمت ازاي؟ مش على سبيل الاختيار. فهمت؟ فدي ناخد بالنا من الحاجات البسيطه دي، لان في بعض الناس يقول لك التمثيل حرام عشان لو طلق زوجته الحقيقيه بالفيلم يبقى طلقت منه. كلام فارغ، مش فاهمين الاحكام. هو التمثيل حرام عشان حاجات كتيره تانية، مش علشان الموضوع ده. لكن افرض انت الممثل متزوج الممثله اللي قدامه دي في الواقع في الحقيقه، ومقتضيات الدور اللي بيمثله قال لها انت طالق، لا يقع الطلاق، لانه ده على سبيل الحكايه. فهمت ازاي؟ لا على سبيل القصد، يبقى يقصد شرط القصد. واضح؟ اما السكران فينفذ طلاقه عقوبه له. لو واحد سكران متعديا بالتعدي، يعني ايه؟ يعني شارب الخمره وشاريها وعارف ان دي خمره، وقاعد يسكر كده مخصوص في بيته، وهو سكران قال لمراتي انت طالق، تقع الطلاق عقوبه له، بالرغم ان هو فقد الاختيار، لانه افقد نفسه الاختيار بتعديه على الشرع الشريف باختياره. يبقى يوقع طلاق السكران المتعدي بسكره. فهمت؟ طب افرض واحد سكر وماشي متعدي بسكره وطلق زوجته، لا يقع طلاق. زي ايه؟ واحد داخل في غيبوبه، عارف انت عيانين الكبد ساعات قبل الغيبوبه الكبديه يلخبط كده في الكلام، اللي هو بريكوماستيج، مرحله ما قبل الغيبوبه. فقام قال لها ايه؟ مراته بقى هي عايزه تداوي السرير ولا تعمل له، هو تعبان. فقال لها ايه بقى يا عم؟ لا انت طالق، انت طالق. وهو ايه؟ في مرحله ما قبل الغيبوبه دي، لا يقع، لا يقع طلاق، لانه فاقد العقل ليس بارادته. فهمت ازاي؟ في التخدير اداله مخدر الطبيب عشان هيعمل له عمليه، وهو بيفوق ومراته جنبه، فقال لها انت طالق، لا يقع، لانه تحت تاثير المخدر. فهمت ازاي؟ يبقى ايه؟ ناخد بالنا. او مثلا دخل البيت عطشان ولقى ازازه ما يعرفش ان دي خمره، اتاري اكون فاسد جنبه وحط له ازازه الخمره في الثلاجه، واخد بالك؟ وهو ما يعرفش ان اخوه جزر وحط ازازه الخمره دي في الثلاجه، ففاكرها ازازه عصير وجاي عطشان، فراح مسكها كده قام على ايه؟ وراح شربها، فسكر وطلع مراته تحت هذا التاثير، لا يقع. ليه؟ لانه غير متعدي بسكر، اذا كان فاكرها عصير كان شايفها انها ايه؟ خمره. فهمت بقى؟ يبقى السكران الذي يقع طلاقه هو المتعدي بسكر، يعني سكران بمزاجه وعارف ان هو سكران، ساعتها لو طلق في الحاله دي يقع طلاق. مش يقول بقى انا اصلا كنتش في وعي. طب وانت اللي افقدت نفسك وعيك بنفسك. فهمت؟ كذلك المخدرات، والمخدرات اللي ياخدها بتوعه برضه، ما المخدرات على زي ايه؟ زي السكر، كل ما هو ايه؟ اسكر يبقى. وعشان كده قال لك واما السكران فينفذ طلاقه عقوبه له. يبقى نقصد بايه؟ السكران المتعدي، مش مطلق سكران. فهنخرج المرض كاحوال ما قبل الغيبوبه، وهنخرج الدواء كالتخدير، وهنخرج كمان عدم القصد، شرب عصير على انه عصير طلع خمر وما يعرفش انه خمر، ما عندوش قصد، يبقى برضه لو طلق في الحاله دي لا يقع.
وكذلك الإكراه. افرض أكرهوه مسكوه كتفوه وفتحوا له بقه وشربوا له الخمر جوه، أكرهوه على شرب الخمر. فهمت ازاي؟ فسكر وطلع تحت، يبقى لا يقع طلاق. فهمت بقى؟ يبقى دي الاحوال متى لا يقع طلاق السكران ترص الايه، ومتى يقع طلاق السكران تبقى عارف. فهمت بقى المساله؟ والمريض النفسي هو المريض النفسي برضه اذا كان ايه فقد قدرته على وعيه. فهمت ازاي؟ ما قبل الجنون. هو المجنون برضه ما ينفعش، لان المكلف ده مش مجنون، احنا قلنا التكليف. فالتكليف يزول باعتقدان العقل او بسبب السن. فلو واحد مجنون وطلق وهو مجنون لا يقع طلاق لانه غير مكلف. مش في درجات في المرض النفسي؟ ايوه، اذا كانوا الاطباء يقول لك ده مجنون، هو دلوقتي بيجيله ادوار بيتجنن شهر في السنه. في ناس كده سيزونال، بيجيلهم سيزونال كل سنه كده، يجيله شهر كده يفقد صوابه وياخد في ادويه ويعدي الشهر يفوق يبقى كويس، فطلق في الشهر ده لا يقع طلاق. فهمت بقى المسألة؟ ليه؟ لأنه غير مكلف. احنا قلنا شهود الطلاق يقع من مكلف، ولازم كمان يقع من زوج أو وكيل الزوج. يعني ما ينفعش الطلاق يقع من غير زوج. أبوك مثلا بيكره مراتك، فلو هي طالقة من ابني وابنه راجل عاقل لا يقع الطلاق. فهمت بقى ازاي؟ الا لو كان عامل له توكيل ليطلقه يقع الطلاق بالحاله دي. فهمت بقى المساله؟ فلا بد ان يكون ايه واقع من ايه؟ من الزوج نفسه، ويقع على زوجه مش يقع على ايه؟ على غير زوجه. يعني يقول ايه؟ زوجة جاري طالق الان ما يقعش، لانه مش واقع على زوجه. هو يملك ايه؟ يملك العقد بتاعها. او يقول مثلا لو تزوجت فلانه فهي طالق وهو لسه ما اتجوزهاش، فعقد عليها بعد كده، هل تطلق؟ لا تطلق، لانه لما قال العقد اليمين الطلاق ده. فهمت ازاي؟ كانت غير مزوجه فلا يقع عليها طلاق لانها غير مزوجه. فهمت بقى المساله؟ فدي كل دي شروط تعرفها تبقى في ذهنك كراجل فقيه تفهم المسألة. فلازم يكون قاصد، ولازم كمان في ألفاظ معينة يقولها عشان يقع الطلاق. فهمت بقى ازاي؟ فألفاظ معينة. شوف الطلاق بنقسمه في الفقه يعني إلى أنواع كثيرة، منها طلاق من حيث اللفظ يسموه طلاق صريح وطلاق كناية. يبقى ينقسم الطلاق من حيث اللفظ اللي قاله إلى طلاق صريح وطلاق بالكناية. وينقسم أيضا من حيث زمن وقوع الطلاق، طلقها وهي حائض ولا طلقها وهي طالق، طلقها وهي حامل ولا طلقها وهي في طهر المساء، حسب زمن وقوع الطلاق. فالطلاق حسب زمن وقوع ينقسم إلى سني وبدعي ومباح. سني وبدعي ومباح. فهمت ازاي؟ ده من حيث زمن وقوعه. طيب، طب من حيث نفوذه بقى ينقسم الى لازم ومعلق. فهمت بقى؟ لازم ومعلق من حيث النفوذ. يقول لها مثلا ايه؟ لو فعلت كذا انت طالق، كده علقه، يبقى يسموه زواج معلق، غير ما كان انت طالق الان من غير تعليق على شيء. يبقى من حيث النفوذ في لازم وفي معلق، ومن حيث زمن الوقوع في سني وبدعي ومباح، ومن حيث لفظ الطلاق في صريح وفي كناية. فهمت بقى المسألة؟ لازم تبقى فاهم التقسيمات دي. الطلاق بقى من حيث اللفظ قال لك ايه؟ والطلاق ضربان يعني نوعان، صريح وكناية، يعني من حيث اللفظ اللي قاله. فالصريح ما لا يحتمل غير الطلاق. قال لها أنت طالق بالقاف كده والقلقلة. كلام خلاص ده صريح، صريح مريح، ما نسالوش حتى على نية. يقول اصل انا قلت لك كده ما كانش قصدي. لا، ما فيش حاجه اسمها قصد. يبقى الطلاق الصريح لا يسال فيه عن نية طالما قاله صريح كده. فهم؟
فالصريح ما لا يحتمل غير الطلاق. طب والكناية؟ يقول لها لفظ يحتمل كده وكده. يقول لها يا شيخة بعيدي عني، أنا مش طايق أشوف وشك، روحي لأهلك، عايزين نبعد عن بعض شوية. فهمت ازاي؟ تحتمل بقى؟ ده اسمه كناية. لو أصل دي الطلاق يقع، يبقى لازم ايه القصد بقى يعني. نسأله على نيته. يبقى اللفظ الغير الصريح ده نسأله على نيته، انت قصدك ايه؟ قصدك طلاق؟ ولازم النية دي تبقى مصاحبة للفظ، لا تبقى قبليه ولا بعد كمان. يعني ما ينفعش يقول لفظ يعني ما يحتملش الطلاق وبعدين بعد ما يقوله ينوي بيه الطلاق، بعد ما يقوله ما ينفعش، لا يقع. لازم تبقى نيته يقصد به الطلاق وهو يقوله لحظة قوله. فهمت ازاي؟ لدرجة قالوا ايه من اوله، وبعدهم قال لك من اوله الى اخره. وفي وجه ضعيف قال لك ولو التحقت النية في اخر اللفظ، ولكن ده وجه ضعيف. فهمت بقى ازاي؟ كل ده في ايه؟ في الطلاق اللي هو الكناية. فبيقول لك والكناية ما تحتمل غيره، يعني تحتمل الطلاق وغيره. زي ايه بقى في لغة المصريين؟ ولا انت طالق بالهمزة، انت ايه طالق بالهمزة، دي مش طالق، دي يبقى ده لفظ كناية. يقع لو قصد، يقع لو قصد به الطلاق. فنسأله انت كنت قصدك ايه؟ قصدك تطلقها يعني؟ يقول لك اه كان قصدي الطلاق، يبقى واقع. قال لك لا انا كان قصدي مثلا ايه بهددها، يبقى لا يقع. ليه؟ لانه قال انت طالق، انما لو قال انت طالق بالقاف كده خلاص وقع، ما سالوش على نيته، ده وقع وقع. فهمت بقى المساله؟ وعشان كده عند الشافعيه بيقول لك ايه؟ لو اشتهر لفظ، ايه الالفاظ اللي يقع بها الطلاق في الشرع؟ ثلاث الفاظ. ربنا قال وسبحوهن، مش كده؟ وقال فطلقوهن، جاب اللفظ والتسريح، قال سرحوهن سراحا جميلا، قال وفارقوهن بالمعروف. يبقى فرقيها ده فاء لفظ ايه؟ صريح. سرحتك الى اهلك لفظ صريح، طلقتك لفظ صريح. يبقى عندنا ثلاث الفاظ صريحه وكلها من القران، التسريح والفراق والطلاق. دي ثلاث الفاظ صريحه، لو قال واحد فيها ما نسالوش على نيته. فهمت بقى؟ في مساله، افرض في لفظ عرفي صار مستعملا غير وارد في الشرع واستعمله الناس ويقصدون به الطلاق، هل يقع به الطلاق ام لا؟ زي ما انت علي حرام. فهمت ازاي؟ في ناس عوام كده لما يقصد يطلق يقول لك ايه انت علي حرام، لفظ اصبح يستعمله ويقصد به الطلاق، فهل يقع به الطلاق؟ والكلام عند الشافعي الرافعي مثلا قال اه يقع، لو قال لك يقع طالما استعمل عرفا بمعنى الطلاق. ووجه ثاني وهو الراجح قال لك لا يقع الا بنيه، لانه كنايه، لان الطلاق الفاظ شرعيه لا يدخل العرف فيه. فهمت بقى ازاي؟ يعني المصريين مثلا يقولوا انت طالق بالهمزه، هيبقى فيها الوجهين، وجه ان هو صريح، في وجه ان هو صريح، خدت بالك؟ وجه ان هو صريح على الوجه انه صار مستعملا ويقصد به طلاق عرفا، طالق بالهمزه. وجه تاني يقول لك لا دي كنايه، لان مفيش طالق بالهمزه، ده في طالق بالقاف، وبالتالي يبقى كنايه. هو الراجح انه كنايه، وده اللي عليه الفتوى مصر، واللي رجحه الامام النووي كمان. طب بالجيم، بالجيم مع لغه العرب برضه طالق ما ينفعش، لازم قاف. لغه العرب بالجيم مالناش دعوه، لازم بالقاف زي ما جت في القران. لو قالها بالجيم يبقى كنايه، لو قصد بها الطلاق يقع. هو قصدك ايه؟ لو قال قصدك الله فريقها خلاص وقع. في اليمنيين بيقروا القران كل هو الله احد، قل هو الله احد، الله صمد. اليمنيين بيصححوا ايه؟
هذه القراءة بيصحح هو بعض علماء اليمن، يبقى يقع عندهم ما يقعش عند المسلمين، يقع عندهم لأن بيقرأ بها القرآن، فهمتني؟ وبيقرأ بها الفتحة من الصراط المستقيم مستقيم. إذا صححنا صلاته نصح طلاقه لي، وإذا أبطلنا طلاق صلاته نبطل صلاته طلاقه لي، فهمت بقى؟ فإحنا مش هنبطل مش هنبطل صلاة أهل اليمن كلهم، فهمت إزاي؟ نصحيها ونعتبرها لهجة من لهجات العرب، نعتبرها لهجة من لهجات العرب، فهمتني؟ خد بالك من الحاجات دي مهمة علشان تفهم ماشية إزاي الحكاية. يبقى ولو تلفظ الزوج بالصريح وقال لم أرد الطلاق لم يقبل قوله، لأن ما نسألوش على نيته طالما قال الصريح. فالصريح ثلاثة ألفاظ: الطلاق وما اشتق منه كطلقته وأنت طالق ومطلقة، كل ده ماشي، والفراق والصراح، ثلاث ألفاظ: الطلاق وما اشتق منه والفراق والصراح، يعني لا فارقين، فهمت ازاي؟ ما ربنا قال لهم كده، قالوا فارقوهن ايه بمعروف، فارقوهن يعني طلقوهن، فجاي بالقران فارقوهن معنى طلقوهن، يبقى الفراق والصراح: كفارقتك وانت مفارقه، وسرحتك وانت مسرحه، كل دي الفاظ صريحه. ومن الصريح ايضا الخلع ان ذكر المال وكذا المفادات، تقول يقول لها طلقتك على كذا، طلقتك على كذا زي ما قلنا في الخلع، تمشي بقى يبقى صريح. ولا يفتقر صريح الطلاق الى النيه، دي نقطه مهمه قاعده، لا يفتقر صريح الطلاق الى نيه، ما يقولش انا كنت بهزر، مفيش هزار، ثلاث هزلهن جد وجدهن جد، مش كده برضه؟ الطلاق والعتاق والايه والنكاح، مش كده برضه؟ اه طيب عندك كده الطلاق والايه؟ والنكاح والايه والعتاق، العتاق عتق عبد مثلا، وانا قصدي بهزر ما ينفعش يعتق. يبقى ولا يفتقر صريح الطلاق الى النيه ويستثنى المكره على الطلاق، فصريحه كنايه في حقه ان نوى وقع والا فلا. المكره بقى حتى لو قال اللفظ الصريح تحت الاكراه يبقى كنايه، فهمت؟ ولو ظهر نوع اختياري يلا، يعني ايه؟ يعني مثلا هدده بالسلاح وقال له طلقها ثلاثا، فقال هي طالق مره وقعت مره، لان انا ما نفذت الاكراه، ده عنده نوع اختيار، فهمت بقى ازاي؟ لكن لو قال له طلقها ثلاثا فقال هي طالق ثلاثا لا يقع ولا مره، لانه قاله تحت ايه؟ لكن لو ظهر نوع اختيار جوه الاكراه يبقى ايه؟ زال الاكراه، فهمت بقى المساله؟ فهمت المسألة يا أستاذ؟ لا أنا عنده مرتين تانية يقدر يطلق فيها. لأنه ما يعتبرش مكره، لا نوع اختيار. خد بالك كلام الفقهاء ده كلام زي الذهب. فصريحه كناية في حقه ده المكره. إن نوى وقع وإلا فلا، وإن لم ينوي قالوا عشان يزيل الإكراه، لكن مش ناوي طلاق لا يقع. فهمت ازاي؟ قالوا بس لحد ما زال الاكراه ومشي اللي رافعين عليه السلاح وانبسطوا كده فاكرين ان مراته طلقت، يقول لهم لا ولا طلقت ولا حاجه، الشرع بيقول ما طلقتش ده مراتي برضه، فهمت بقى ازاي؟ والكنايه كل لفظ احتمل الطلاق وغيره، احتمل الطلاق وغيره، ويفتقر الكنايه الى النيه، فإن نوى بالكناية الطلاق وقع وإلا فلا. وكناية الطلاق كتير بقى، أنت برية خلية الحقي بأهلك وغير ذلك من موضوع المطولات، زي برضو احنا طالب بلغة المصريين بالأمس، كل ده كناية، فهمت بقى على الراجح يعني. ثم بعد ذلك التقسيم الثاني بقى في الطلاق،
احنا الاولاني ده من حيث اللفظ صريح وكنايه. طب ومن حيث بقى زمن وقوع الطلاق؟ ضربان، ضرب في طلاقهن سنه وبدعه. سنه يعني ايه؟ يعني لا اثم فيه، وبدعه يعني فيه الاثم. ادي معنى سنه. السنه يعني يثاب فاعلها؟ لا، يعني طلاق على السنه بحيث انه لا يثم. مش سنه بمعنى انه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، لا. يبقى الطلاق السني معناه الذي لا يأثم فاعله. واضح؟ والبدعي هو الذي يقع ويأثم فاعله، لأن أصل الطلاق أنه مباح، فإذا طلق لا يأثم ومباح. لكن لو طلق في وقت معين يبقى آثم ما يقع الطلاق. فهمت إزاي؟ وهن ذوات الحيض. وأراد المصنف بالسنة الطلاق الجائز، اللي هو الجائز اللي هو إيه؟ مباح يعني، لا يأثم فيه. وبالبدعة الطلاق الحرام اللي هو يأثم إذا فعله. فالسنة أن يوقع الزوج الطلاق في طهر غير مجامع فيه. إيه الطلاق اللي هو لا يأثم صاحبه؟ إنه عايز يطلق مراته مثلا، مغيظات ضايقاه وعايز يطلقها وهي حائض، يقول عليه يصبر شوية لما تطهر. شوف الشرع بيقول له اصبر شوية عشان ما يطلقش وهو ايه؟ غضبان، يقعد يفكر. هو هي نرفزته وكانت حائض وعايز يطلقها، الشرع بيقول له اصبر لما تطهر خالص وتغتسل من طهري من حيضها. يوم يقعد يوم اتنين تلاتة على ما تغتسل من حيضها يكون هو ايه؟ ما يغير طهري، لأن الشرع عايز يحافظ على البيت. فهمت؟ لا اوعى تطلعها وهي ايه؟ في حيض. لان المراه اثناء الحيض ممكن يكون عندها نوع من الاضطراب النفسي بسبب التغير الهرموني، فتنرفزه. فهمت ازاي؟ فالشرع يقول له لا، لان هي مش في حالتها الطبيعيه، اصبر عليها شويه، بعد ما هيعدي الحيض بتاعها تبقى امراه هاديه كويسه بدل ما تندم. فهمت ازاي؟ يبقى الشرع فيه حكمه، لا يطلقها في حيض ولا يطلقها كمان في طهر مسها فيه. ليه؟ لأحسن تكون حامل ويندم. فهمت ازاي؟ يبقى لا يطلقها اثناء الحيض ولا يطلقها في طهر مسها فيه مخافه ان تكون ايه؟ حامل. يقوم يندم يقول اه لو كنت اعرف انها حامل ما كنتش طلقتها. فهمت بقى المساله؟ يبقى معناها ايه؟ ان هو لو كانت حائض وعايز يطلق ينتظر حتى تطهر، وبعد ما تطهر لا يمسها وبعدين يطلق ويطلق. في طهر لم يمسها. قال الطلاق ايه؟ الجائز من حيث السنة يعني. يعني معنى الكلام ده طلاق المرأة اللي بتحيض. لكن افرض المرأة قايسة ما بتجيبهاش حيض، خلاص يطلقها في أي وقت. لأن لا هي حامل ولا هي في حيض. طلاقها في أي وقت مش مشكلة. يبقى دي لما تبقى المرأة في سن الحيض. ما يطلقهاش وقت حيضها ولا يطلقها في طول مسها فيه، لأن دي احتمال تبقى حامل. انما لو كانت ايسه، يائسه يعني انقطع حيضه او لم تحض بعد، تزوجها قبل ان تحيض، يبقى يطلع في اي وقت. فهمت بقى المساله؟ طيب. فالسنه ان يوقع الزوج الطلاق في طهر غير مجامع فيه. واضح؟ طب والبدعه اللي هو يأثم ان يوقع الزوج الطلاق في الحيض أثناء الحيض أو في طهر جامعها فيه. طب لو طلقها الطلاق البدعي ده اللي هو الحرام، يأثم ويقع الطلاق. يأثم ويقع إلا عند ابن تيمية، خالف الجمهور. والجماعة السلفية يفتوا كلام ابن تيمية في المسألة وهو مخالف للجمهور. فهمت إزاي؟ أوعى تسمع كلامه. خالف إجماع المسلمين ابن تيمية. لا، لا يقع الطلاق. يأثم ولا يقع الطلاق. أي ده ابن تيمية. خالف حتى إمامه الإمام أحمد بن حنبل اللي هو الإمام الحنبلي. فهمت إزاي؟ وأشكر الجماعة مشايخ السلفية أيام ما كانت في قنوات الزمان بتاعت الجماعة السلفيين دول، كانوا إيه يجي لهم أسئلة، إيه زوري طلقني وأنا حائض، يقول لا يقع. بجرأة كده. وهو يقع. هو
ويقع بالاجماع. واللي قال لا يقع مين؟ ابن تيميه بس. هم عندهم ابن تيميه ده كانه رسولهم. اه والله يا اخي لا يخطئ. ودي المبالغه في انك انت لا تخطئ عالم مطلقا دي مش مطلوبه. اي عالم قد يخطئ، ايه المانع؟ وهو لما اخطا هنا لا يمنع انه عالم برضه، عالم واخطا ما يجراش حاجه. فانا لا تتبع العالم خطأ. فهمت بقى ازاي؟ هي مولانا اصبحت واجهه عند الحنابلة؟ لا اصل هو مش معتمد، لا ما يعتبرش، مش معتمد عندهم، مش معتمد عندهم. يعني لم يجاريه احد من ائمه المذهب الكبار. ده من ضمن المحاكمه بتاعته مخالفه الاجماع في عده اشياء، منها ان الطلاق البدعي لا يقع، ومنها تحريم شد الرحال لزياره القبر ده. قال الإمام في الكتاب. ومنها بقى ما يقول بصفات الله عز وجل من ايه؟ يعني هو دي كانت عدة تهم جابوا من الشام هنا عشان يتحاكموا. علماء الشريعة هم اللي حكموه مش السلاطين. ده علماء الشريعة اللي حكموه لأنه خالف الإجماع في عدة أمور. فاهم؟ فدي من ضمن الأمور اللي ايه؟ اللي ناقشوه فيها. يعني معنى كده حضرتك إن على المذاهب الأربعة يقع الطلاق. طلاق البدع يقع يحسب ويأثم. فهمت ازاي؟ ده بالاجماع مش المذاهب الاربعه يقول، ده بالغير الاربعه كده. عند الاوزاعي والثوري واسحاق بن راهويه وابي ثوري، كل دول يقول لك يقع. كل الائمه اللي والشعبي، كل الائمه المذاهب اللي انت تعرفها واللي انت ما تعرفهاش كلهم قال لك يقع. فهمت؟ يبقى والبدعه أن يوقع الزوج الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه. وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة. في نوع الثالث اللي هو طلاق مباح. مباح، لا نصفه بأنه سنة ولا نصف أنه هو إيه؟ بدعي. أربع أنواع، الصغيرة والأيسة. الصغيرة ما لهاش حيض وما بتحملش. والايسه كذلك ما عندهاش حيض وما بتحملش، يبقى يطلقها في اي وقت. فهمت بقى؟ والحامل، هو عارف انها حامل وحملها ظاهر وراح مطلعها وهي حامل، يقع طلاقه ومباح. ليه؟ لانه مش هيفاجئ بحملها بيندم، ما هو عارف انها حامل ومطلقها. انما الثاني البدعي في طهر المستقبل ما يعرفش انها حامل، ربما لو عرف يندم. لكن هنا وهي حامل وعارف انها حامل وراح مطلعها، يبقى خلاص يقع. وانت عارف انها حامل يبقى ما فيهوش ندم، لان ايه؟ الامور واضحه عندك. فهمت بقى؟ والمخترعه من زوجتك كمان، الخلع موجود. يعني الخلع ممكن تخلع زوجتها يقع، ممكن تخلعها في طول المستقبل. ايوه احنا قلنا كده في الخلع فاكرين زمان. فهمت المساله؟ والمخترعه التي لم يدخل بها الزوج كمان. عشان يبقى مباح. لكن الافضل ان هي تخلع زوجها في طول لم يمسها فيه، لانها مخافه ان تطلع هي حامل تندم. انت الامر جاي لها هنا من كده. لكن هنا عشان يبقى مباح ما يبقاش فيه ندم يعني. وينقسم الطلاق باعتبار اخر الى حسب حكمه بقى. طلاق قد يكون واجب، وطلاق قد يكون مستحب مندوب، وطلاق قد يكون مكروه، وطلاق قد يكون حرام. يبقى من حيث حكمه ينقسم الى الاقسام الاحكام الخمسه. واجب كطلاق المولي، هناخد احنا حكم الاله. واحد حلف انه لا يقرب زوجته، اسمه اله، حلف ألا يقرب زوجته. الشرع قال له أقصى مدة 4 شهور، بعد 4 شهور ترجع تعملها معاملة الزوجة يطلقها. طب لا طلقها ولا أعملها معاملة الزوجة وفضل ماسكها، يبقى كده يأثم. فهمت ازاي؟ يأثم ويبقى واجب بحقه أن يطلق. الإله حلف ألا يمسك. الإله للذين يؤلون من نسائهم تربص 14 شهر. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.
يبقى المولي الذي حلف ألا يقرب زوجته أقصى مدة ليه 4 شهور، بعد 4 شهور يا إما تعود النيابة لمجاليها يا إما يجب في حقه الطلاق. فهمت بقى إزاي؟ يبقى طلاق واجب كطلاق المولي. فهمت بقى المولي؟ اللي هو إيه؟ من الإيلاء وهو اليمين يعني والقسم. وتكفير الاسم ده حضرتك إيه بقى؟ مفيش تكفير خلاص، طالما رجعت الأمور خلاص. أقصى ما قال لا يقرب يعني مدة 4 شهور، بعد 4 شهور يصالح وترجع الأمور كما كانت. لكن زاد عن 4 شهور ولا عايز يطلع ولا عايز يفيق إلى ما كان عليه، يبقى كده آثم. يأثم ولا تضرك المعلق، وفي الحالة دي واجب في حقه أن يطلق. فهمت بقى المسألة؟ يبقى طلاق واجب كطلاق المولي، وطلاق مندوب مستحب كطلاق امرأة غير مستقيمة الحال كسيئة الخلق. مراته سيئة الخلق وكل يوم عاملة له ابنها مع الجيران، وكل يوم عاملة له ايه بلاغ البوليس، وكل يعني سيئة الخلق مش عارف يعيش معاها، يبقى يستحب في حق انه يطلعها عشان يستريح وتريحها. فهمت ازاي؟ ما يقعدش بقى ايه في مشاكل باستمرار، او بقى يقعد كل يوم يضربها بقى. طب ما هو حرام ضربها حرام، طب تطلعها احسن بدل ما تقع انت في الحرام. فهمت ازاي؟ يبقى لو امرأة سيئة الخلق كسليطة اللسان، كل يوم تتخانق مع أمه، تتخانق مع جيرانها، تتخانق مع قرايبه، فضحاه في الحي. فهمت ازاي؟ تنزل تشتري الخضار تتخانق وتضرب الراجل بتاع الخضار، تضرب بيت اليوم في الاسم وتعمل بلاغ بوليس. وإذا يوم راح تجيب الخضار يجي هو من شغله أمكم فين يا عيال في قسم البوليس، ليه؟ أصلا ضربت الراجل بتاع الخضار. طب وايه المشاكل دي كلها؟ فهمت ازاي؟ عامله له مشاكل يعني. يبقى في الحاله دي ايه؟ يندب له ان يطلقها عشان يستريح، كان لو كسيئه الخلق. وطلاق مكروه عند الله، اما تبقى واحده مستقيمه الحال يقول لك تطلقها، تطلقها ليه؟ فهمت ازاي؟ لانه ده خراب للبيوت بلا داعي. واحده مستقيمه الحال وامراه طيبه شايفه بنتها وعيالها، ليه تطلقها؟ يبقى كده مكروه. كويس؟ وطلاق حرام كطلاق البدع ده. وأشار الإمام اللي هو إمام الحرمين أبو المعالي اللي هو عبد الملك بن عبد الله الجويني، وأشار الإمام للطلاق المباح بطلاق من لا يهواها الزوج. ابن هو بيكرهها، هي كويسة وكل حاجة لكن هو بيكرهها، مش مبسوط، بيستثقل دمها، دمها تقيل على قلبه. خلاص يا أخي يباح أن يطلقها يعني، وانت هتعصر على نفسك لمونه كل ما تشوفها، او كل ما يشوفها يجيله ازمه ربويه يعني مش قادر ياخد نفسه. هيعمل يبقى يطلعها. وانا اعرف صديق دكتور امراض صدريه كان عنده امراه بتجيلها ازمه ربويه شديده وعالجها بجميع العلاجات، بس مش عايز تخف. يقول جات لي بعد 5 سنين خفه، بس انا قالت لي اصل اتطلقت، ساعه ما اتطلقت ما كانش فالطبيعي انه كان بيجي لها من جوزها. حالة نفسية تشوف جوزها بيجي لها الازمة، بس تراي زيها مش قادرة تاخد نفسها. وإداها جميع علاجات وبخاخات وتحتار فيه. وفي الآخر اتضح الحكاية كلها من جوزها. يعني ممكن بتحصل حاجات زي دي. صحيح نادر لكن بتحصل. وأشار الإمام للطلاق المباح بطلاق من لا يهواها الزوج. ولا تسمح نفسه بمهنتها بلا استمتاع. يعني كمان هو كرهها ومش عايز كمان يفضل ينفق عليه وهو كره، ففي الحاله دي ايه؟ يباح لي بقى ان هو يطلقها احسن. فهمت بقى احكام الطلاق باعتبار حرمه. فصل في حكم طلاق الحر والعبد وغير ذلك. احنا دلوقتي ما بقاش في رقيق، لكن لازم تعرف ان العبد اذا تزوج ليه طلقتين بس وتبين منهم، والفرد اذا تزوج بثلاث طلقات يعتذر منه. فهمت بقى ازاي؟ هيجي شويه بعد لحظه. الصبر جميل. ويملك الزوج الحر على زوجته ولو كانت اما 3 تطليقات. يعني الحر حتى لو متجوز اما رقيقه برضه له 3 طلقات حتى تبين. طيب والعبد حتى لو متزوج حره لا يملك الا طلقتين. ايه السبب؟ لان العبد
القوامه اقل من الحر، قوامته اقل من الحر. فهمتني ازاي؟ الحر قوامته كامله، القوامه بتاعته كامله. ويملك الزوج الحر على زوجته ولو كانت أمة ثلاث تطليقات، ويملك العبد عليها تطليقتين فقط. حرة كانت الزوجة أو أمة. طب والمباعد والمكاتب والمدبر، كل دول أنواع من العبيد وشرحناهم كتير قبل كده. كل دول كالعبد القل، العبد القل العبد الخالص يعني. إنما المباعد اللي هو نص حر ونص عبد ليس مباعد، والمدبر اللي هو سيده قال له أنت حر دبر الموت، فيبقى برضه عبد. فهمت ازاي؟ ويصح الاستثناء في الطلاق. جاء راجل للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه سيدنا انس بن مالك، واخد بالك ازاي؟ قال له ايه؟ اني اسمع الله يقول الطلاق مرتان، فامساك بمعروف او تسريح باحسان، فاين الثالث؟ فهم؟ قال مرتان امساك او تسريح باحسان، فالنبي قال له ايه؟ قال له فامساك بمعروف او تسريح باحسان، هي دي الثالثه. يعني بعد المرتان امساك بمعروف او تسريح باحسان. شفت رد النبي جميل ازاي؟ وممكن نقول كمان رد تاني، الايه اللي بعدها فان طلقها اي بعد الاثنين فلا تحل له حتى تنحزمه غيره. في الايه اللي بعدها اهو. هو قايل الطلاق مرتان فامساكوا بمعروف او تسريح باحسان، والايه اللي بعدها فان طلقها يعني بعد الاثنين يعني فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ادي الثالثه. فهمت بقى المساله؟ طب واحنا قلنا ليه العبد طلاقه مرتين؟ لان النبي قايل كده في الحديث، العبد طلاقه ثنتان، قايل كده صلى الله عليه وسلم، العبد طلاقه ثنتان. خلاص؟ والامام الشافعي نفسه روى باسناده عن ام سلمه ان عبد لها طلق مرتين، فدخل على سيدنا عثمان بن عفان وكان عنده زيد بن ثابت، فخد بالك، فبيساله هل اردها؟ قال لقد بانت منك. خلاص؟ فهم؟ نيجي بقى للاستثناء. ويصح الاستثناء في الطلاق اذا وصلهم. يعني ايه الاستثناء؟ يقول لها انت طلقه ثلاثه الا اثنين، تبقى تطلق واحدة. ما هو ثلاثة إلا اثنين، خدنا اثنين من ثلاثة يبقى إيه؟ يبقى يقع الطلاق وتطلق واحدة. فهمت بقى إزاي؟ أدي معنى الاستثناء. يقول لا أنت طلقة 100 مرة إلا 90 بانت منه بالكلية، لأن هيبقى 10 وهي أقصى حاجة ثلاثة. فهمت إزاي؟ خلاص بنت منه بالكلية، كأنه استعمل كل حقه في قعدة واحدة. فهمت بقى؟ قال لها أنت طلقة ثلاثة إلا ثلاثة. مش طلقة لا، يقع ثلاثة. ليه بقى؟ ويقتل الاستثناء، لأنه إعمال الكلام أولى من إهماله. لأن الاستثناء هنا أهمل الكلام، وإحنا نقول إعمال الكلام أولى من إيه؟ من إهماله. فلو قال لها أنت طلقة ثلاثة إلا ثلاثة، ما يقولش غيره، يبقى طب ما انت عيب طالب. فاعمال الكلام اولى من اهماله. فاذا كان الاستثناء يستفرد كل الطلاق وقع الطلاق والغي الاستثناء. فهمتوا بقى الكلام؟ وقع ثلاث مرات. وقع ثلاثة برضه، ما هو ثلاثة. فهمت ازاي؟ ما هو طلاق الثلاث يقع مرة واحدة لو قال كده، يؤخذ بلفظ. فهمت؟ لكن هو الحكاية في التكرار. المجلس الواحد هو ده اللي فيه خلاف، لا انت طالب، انت طالب، انت طالب، يقع ثلاثة ولا واحدة؟ بعض العلماء قال لك التكرار في المجلس الواحد يقصد به التأكيد، يقع واحد. النية بقى. وبعض العلماء لا، ما هو قال لك غالبا يقصد به التأكيد ويقع واحد، وبعض العلماء قال لك لا، نؤاخذه بعدد مرات التكرار، فكل مرة بمرة. فهمت ازاي؟ لكن لو قال ثلاثا، انت طالب ثلاثا، وقع ثلاثا. نأخذه بلفظي. فهمت بقى ازاي؟ الراجح كده انه نأخذه بلفظي. اه طالما لفظ صريح. في اجماع حضرتك عليها؟
ولا في اختلاف؟ كل حاجة فيها تفاصيل كتير. احنا بنتكلم على مذهب الشافعي. الثلاثة طلب الثلاثة. ايوه قايلين معظم الصحابة ومعظم العلماء يقول لك يفعل. ثلاثة. طالما هو اخذه بلفظه. واضح؟ ويصح الاستثناء في الطلاق اذا وصله به، اي وصل الزوج لفظ المستثنى بالمستثنى منه اتصالا عرفيا، بان يعد في العرف كلاما يعني الان انت طالق ثلاثا، وبعدين عطس، وبعدين نام، وبعدين خد نفسه، وبعدين قال الا اثنين. ينفعش؟ لا ينفع، لانه ده اتصال عرفي، لانه اللي منعه انه يتصل العطسه. لكن الان انت طالق ثلاثا، وبعدين جاله تليفون قاعد يتكلم في التليفون، وبعد ما قفل المكالمه وخلصها قال لا الا اثنين على فكره. ما ينفعش، ما ينفعش، لازم يبقى متصل. فهمت بقى؟ تاخد بالك من حاجه، اصل الحاجات دي كلها بتولد على الفقهاء، اصل الرجاله دول مقام طائل يستعملوا الطلاق بطريقه غريبه. انت لو تقعد في دار الابطه تجيلك اسئله وحاجات غريبه لا تخطر على بالك. فهمت؟ هم الرجاله هم اللي عملوا لنا المشكله دي، لانهم اساءوا استخدام هذه الاحكام، فوقعت منها فروع كتير. عشان كده ويصح الاستثناء في الطلاق اذا وصله به، اي وصل الزوج لفظا مستثنى بالمستثنى منه اتصالا عرفيا، بان يعد في العرف كلاما واحدا. ويشترط ايضا ان ينوي الاستثناء قبل فراغ اليمين. مش يقول لك طالب ثلاثة وما نعرفش الاستثناء، وبعد كده ظهر له حاجة فقال لا إلا اثنين، ما ينفعش، ده يبقى ناوي الاستثناء كمان قبل. طب ومين اللي نية الزوج بقى هو اللي يسأله، وهو اللي يدان أمام ربنا، مش يضحك على القاضي، لا ما ينفعش، ولا يضحك على المفتي، فلازم يكون صريح. ويشترط أيضا أن ينوي الاستثناء قبل فراغ اليمين، ولا يكفي التلفظ به من غير نية الاستثناء. ويشترط ايضا، خد بالك من الشرط الاخير ده، عدم استغراق المستثنى منه. فان استغرقه كانت طالق ثلاثا الا ثلاثا، بطل الاستثناء ووقع ثلاثا، لقاعده ايه؟ اعمال الكلام خير من اهماله. هذا القاعده، اعمال الكلام خير من اهماله. هنيجي بقى للطلاق المعلق. علقه على صفه او على شرط. علقه على صفة أو على شرط. فهمت ازاي؟ صفة كان قال لها إذا اغتسلت من حيضك فأنت طالق، وهي كانت في أول حيضها، يبقى أول ما تطهر واغتسلت أهل صفة وقع الطلاق. علقه على صفة، يبقى هو ما طلعهاش وهي حائض على فكرة. قال لها إذا اغتسلت من حيضك، من حيضتك يعني طهرتي، فأنت طالق. يبقى هنا يقع بحدود الصفه. فهمت بقى المساله؟ ساعات شرط يقول لها ايه؟ لو خرجت من البيت الان فانت طالق. فخرجت وقع الطلاق. فهمت؟ او لو زرت بيت ابيك فانت طالق. قال العلماء ايه؟ قالوا ما تزورش بيت ابوها النهارده، زوره بكره، لانه هيقصد الفور، ما تزورش على طول. لا حسب نيته بقى. لا هم العلماء قالوا كده، خلينا نعملها كده عشان نحافظ على البيوت. فهمت ازاي؟ فقال لك يكفي. انما لو قال لها لو زرت بيت ابيك ما حييت فانت طالق، يبقى خلاص ممنوع بقى. عايزه تطلع نفسها تروح زايره بيت ابوها. يبقى ده واقع على شرط. فهمت؟ يبقى الطلاق قد يكون معلق على شرط، وقد يكون معلق على المشيئه. يقول لها انت طالق ان شاء الله. لو قصد بإنشاء ده التبرك وقع الطلاق. لو قصد بها مشيئة الله ونحن لا نعرف المشيئة فلا يقع الطلاق. فهمت بقى المسألة؟ لو قصد إن شاء الله، يعني هو في كل كلامه يقول لك إن شاء الله، طلعت كده، اسمك إيه؟ إن شاء الله يوسف. في ناس كده وطلعت بحكاية لي كلمة إن شاء الله يقول معاك كل حاجة. طب رايح فين دلوقتي؟ يقول لك إن شاء الله رايح أصلي. فهمت بقى ازاي؟ يعني كل حاجه ان شاء الله. كلت ايه امبارح؟ يقول لك ان شاء الله كلت فول. ده على امبارح. هي ان شاء الله عنده لازمه.
فإذا أنها تطلق إن شاء الله يبقى وقع الطلاق، لأن هو يقصد تعليق، ده الذي يقولها تبركا كده لازمة في كلام. لكن لو قصد بها التعليق لا يقع الطلاق لعدم علمنا بالمشيئة. فهمت بقى إزاي؟ ويصح تعليقه أي الطلاق بالصفة والشرط، كإن دخلت الدار فأنت طالق، أي شرطه فتطلقه إلا دخلت، والطلاق لا يقع إلا على زوجة، لازم تبقى أي محل، لو غاب المحل ما يقعش. أنت مش متجوز، فهمت إزاي؟ وتقول يعني إيه زوجتي طالق وأنت مش متزوج، ما هيجي اليمين ده مش هيلاقي حتة يقع عليه، ما فيش دور. غير المحل نذر ايه؟ ما هو لا نذر فيما لا تملك، لا نذر فيما لا تملك. هو ينفع تقول نذرين علي اطلق زوج جاري؟ لا ما خلاص، ما هي ما ينفعش، ما وقع عليه وما وقعش عليه لان لم يجد محل. لم يقع على يجي على محلي وعليه، فغياب المحل يرفع الحكم. قاعدة كده، غياب المحل يرفع الحكم. واحد اتقطعت ايده وعايز يتوضا، هيغسل ايده ازاي؟ سقط عنه غسل اليد لغياب المحل، مش كده برضه؟ يبقى غياب المحل يرفع الحكم. واحد رجليه اتبتلت وعايز يتوضا يصلي، نقول له ما تصليش لما تجيب رجل تغسلها، ما اتبتلت، غاب المحل، سقط في حقي غسل الرجل، يبقى غياب المحل يرفع الحكم. فهمت بقى ازاي؟ كذلك طلق وهو لا زوجة له، فما فيش محل، يرفع حكم الطلاق. فهمت القواعد؟ فلازم القواعد دي كده في ذهنك تقوم تحل لك الاشكاليه. والطلاق لا يقع الا على زوجة، وحينئذ لا يقع الطلاق قبل النكاح. فلا يصح طلاق الاجنبية تنجيزا كقوله لها طلقتك، ولا تعليقا كقوله لا ان تزوجتك فانت طالق، او ان تزوجت فلانا فهي طالق، كل ده لا يصح. اربع انواع لا يقع طلاقهم، اربع رجاله لا يقع طلاقهم، الصبي والمجنون. الصبي هو الذي لعدم التكليف، والمجنون لعدم التكليف برضه. وفي معناه المغمى عليه، واحد مغمى عليه وهو بيقول بيخطرف، فقال زوجتي طالق وزوجتي طالق وهو بيخطرف، ما يقعش الطلاق. فهمت؟ والنائم وهو نايم بيكلم وهو نايم، معروف كده في ناس في الطبيعة بتتكلم وهو نايم، فتكلم وهو نايم لا يقع طلاق. فهمت؟ وكذلك المكره أي بغير حق، ممكن المكره، في مكره بغير حق وفي مكره بحق. المكره بحق الواحد يطلق القاضي للضرر وهو مش عايز يطلق، هنا إكرام بحق يقع الطلاق. يعني هي رفع طلاق للضرر لأن جوزها بيضرها بيضربها بيسيء معاملها وهو مش عايز يطلق، فالقاضي ثبت عنده الضرر فله أن يطلقها وهو مش موافق ويكرهه على ذلك، فلا إكرام بحق يقع الطلاق، لكن الإكرام بغير حق لا يقع به الطلاق، زي ما فهمتك في الأول. فهمت بقى؟ يبقى المكره أي بغير حق لا يقع طلاقه يعني. فإن كان بحق وقع زي طلاق القاضي للمولي، المولي اللي هو رافض إن هو يعاشر زوجته بعد 4 شهور، وراح رفع قضية عليه زوجها المعلقة كده، يقول إيه؟ يطلقها عنه. فهمت إزاي؟ وصورته كما قال جمع إكراه القاضي للمولي بعد مدة الإيلاء على الطلاق. فهمت بقى المسألة؟ شرط الإكراه اللي هو بغير حق يبقى اللي هو الذي لا يقع معه الطلاق، شرط الإكراه قدرة المكره على تحقيق ما أدى به المكره بولاية أو تغلب. يعني ما ينفعش يجيب له مسدس مية ويقول له طلع مراد، يقول له مسدس مية وهو لا طالق، يقع طلاق لأن ده مسدس مية مش هيضر، وهو عارف إن ده مسدس مية، هو عارف إن مسدس مية. أو أجيب له طفل كده حط إيده كده طلع مراتك، هذا إكرام بغير حق، لازم إكرام ملجئ بحيث إنه فيه التغلب وكمان قدرة المكره على إزالة.
فهمت ازاي؟ لازم تبقى الحاجات دي متوفره عشان نقول له لا يفعل طلاق في هذه الصوره لانه فقد الاختيار. فهمت؟ وشرط الاكراه قدره المكره على تحقيق ما هدد به المكره بولايه او تولي. ولايه بين عمده في الفيلم عشان هو العمده بقى اكراه كده برضه ما ينفعش. او تولي مسكه كتبه حط له السكينه على رقبته قال له هتبحر زي في داعش بيذبحوا الناس كده وقال له اطلع مراتك هتبحر وهم اصلا ذابحين الناس قدامه كتير يعني مش بيتكلموا بهزار يعني. يبقى هنا حتى لو طلق لا يقع الطلاق لانه مكره بحق. فهمت بقى ازاي؟ ويشترط كمان عجز المكره انه يزيل الاكراه عاجز مش قادر يتبلغ عليه عن دفع المكره بهرب منه او استغاثه بمن يخلصه نحو ذلك. يبلغ البوليس يتصل مش عارف ايه يلحقوني يجري يعمل اي حاجه. وظنوه انه ان امتنع مما اكره عليه فعل ما خوفه به. ويحصل الاكراه بالتخويف بضرب شديد او حبس او اتلاف مال ونحو ذلك. واذا ظهر من المكره بفتح الراي قرينة اختيار بان اكرهه شخص على طلاق ثلاث فطلق واحده وقع الطلاق زي ما قلت لك الاول. واذا صدر تعليق الطلاق بصفه من مكلف ووجدت تلك الصفه في غير تكليف فان الطلاق المعلق بها يقع. يعني ايه؟ يعني وهو عاقل قال لزوجته لو زرت ابوك ما حييت فانت طالق. وبعدين الرجل بعد فتره شهر اثنين اصابته ايه؟ جلطه ولا مرض فقد عقله. فراح اتعلم معلق. يقع الطلاق. لكن لما صدر التعليق صدر منه هو عاقل. ولما عملت المعلق عليه صدر وهو غير مكلف. يقع الطلاق. فهمت بقى المساله؟ واذا صدر تعليق الطلاق بصفه من مكلف. ووجدت تلك الصفه في غير تكليف لفقد العقل بعد كده. فهمت ازاي؟ او دخل في غيبوبه ودخل ينام مركزه في غيبوبه ومش عايز يفوق وراح جايبت اهلها وراح يبقى واقع الطلاق. بس بشرط وجود شهود حضرتك ولا ما لا لا هي 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 عارفه هي 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 عارفه الشرط. هو مش شرط ان انا كل ما اشرط على مراتي حاجه الم عليها هناك. مش قصدي في حاجه يعني تثبت هذا الكلام تثبته ازاي؟ هي تثبته ايه؟ ما هي خلاص طلبت. هي عايزه هي طلبت. هي مش هتعمل الشرط ده الا اذا كانت عايزه الطلاق اصلا. فان الطلاق المعلق بها يقع والسكران ينفذ طلاقه كما سبق بالتعدي. خدت بالك؟ وكده والله اعلم خلصنا الطلاق بكل انواعه والله تعالى. واحد بقى على مراته لو واحد بقى علي الطلاق دي ما لهاش هنا. علي الطلاق في المذهب الشافعي وفيها عده اوجه. نظر إلى لفظ الطلاق فقال هو صريح فيقع إذا إيه؟ ويبقى نوع من الطلاق الصريح المعلق. علي الطلاق لو فعلت كذا أنت طالق. علي الطلاق ما تفعلي كذا. فتنظروا إلى لفظ الطلاق فهو صريح. أنا لو علي الطلاق ما هعمل كذا أو هعمل كذا. برضه ما يجراش حاجة يبقى برضه ننظر في وقتك. قال لك ننظر للفظ. فده صريح. يبقى لو فعل ما علق عليه وقع الطلاق. في لفظ ثاني نظر الى كلمه عليا كانه نذر. كانه نذرين عليا الطلاق لو فعلت كذا. كعلاء الناس نذر اللفظ الثاني نظر الى انه نوع من النذر والايمان. فهمت ازاي؟ فيبقى كفارته كفاره يمين وليس طلاق. يبقى في وجه انه كفاره يمين وجه ثاني انه طلاق. الراجح في مذهب الشافعي انه طلاق. الراجح في مذهب الشافعي. واللي بتستعمله من الفرقه الوجه المرجوح انه يمين يقول له كفر عن يمينك وخلاص علشان يحافظ على دينك. فهمت بقى المساله؟ ونقف بقى كده اللي طلق ده طلاق رجعي. ايه احكام الرجعه المره الجايه بقى ان شاء الله؟ ثلاث بعد يبقى احنا هنفضل مطلقين لحد الاسبوعين دول وبعدين نعرف احكام الرجعه بعد اسبوعين عشان قبل ما تنقضي العده. فهمت ازاي؟ لان لابد انه يراجعها في العلم. فعشان كده احنا الدروس بتاعتنا اسبوعين الحمد لله يعني مش هتنقل قليل. ولا انا لو واحده زوجها اسبوع واسبوع. واحده زوجها اختفى لفتره طويله. لا لا ده دي احكام ثانيه اللي هو لو اختفى انسان ومش معروف اخباره.
نحكم بايه؟ بموته ونوزع الارث ولا ما نوزعش الارث؟ دي في المواريث. نحكم بوفاته ولا لا نحكم بوفاته؟ ما احنا هنا مش هنقول طلاق، احنا هنحكم بوفاته، مات ولا عايش؟ طب اختفى فتره ورجع. هي الفتره دي حددها القانون بقد ايه؟ في ناس قال لك 3 سنين وناس قالوا 2 سنين وناس قالوا ملوش مده، على حسب اذا كان في مكان يبلغ فيه الالاف يبقى نحكم بموت ان شاء الله بعد 6 اشهر. فهمت ازاي؟ اذا كان في مكان في حرب وهلاك وما جاش وما بتصلش يبقى نحكم بهلاك. ويبقى مات وتدفع الدفع اللي هو 4 شهور وعشرة تتجوز غيره. طب ده بعد 3 سنين بيخبط على الباب بيفتح له راجل تاني قال له انت عايز ايه؟ قال له انا عايز مراتك. قال له مراتك مين؟ دي مراتك. خلاص يبقى مش مراتك، مرات التاني. فهمت ازاي؟ خلاص عشان تستقر الاحكام. ويبقى عوض على الله. مرات الجديد. مرات الجديد خلاص. الحاجات دي كلها دي في المواريث بقى، مش في القضية هنا. ده مش باب طلاق بقى، ده طلاق الغائب. أحكام الغائب. فهمت ازاي؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله.